أحس حيال عينيك بشيء داخلي يبكي، أحس خطيئة الماضي تعرض بين كفيك عنقودا من التفاح في عينين خضراوي، أنسى رحلة الآثام في عينين فردوسي. لنا الخلافة المطلقة. مين اللي حرك الفكرة المجنونة دي؟ مين بيمولها؟ مين يخليها حقيقة على الأرض؟ اللي بيملك المعلومة هو الملك. الفرق اللي بيني وبينك احنا أحكامنا شرعية. حد مهم كده في مجال صيانة الإرهاب العالمي. جزء من نجاح المؤامرة دي إنها تخليك أنت نفسك جزء من المؤامرة. بس هما كمان بيتحركوا بالعقيدة يعني من وجهة نظرهم يعني. عشان ده اللي بيكسب فلوس. اللي ربه الفلوس ولا ربه الفن ولا ربه الطاغوت ولا ربه ربنا؟ أنت ملحد صح؟ نحن بعض، والفضل والمنة من عند الله. كل واحد حر يعني في حياته، بس أنا لو منه أختار حد تاني. في فرقة واحدة بس هم اللي مسلمين، اسمها الفرقة الناجين. الله يسامحك، إيه الكلام اللي يفتح النفس؟ حلقة قوية جريئة، بعديها تتوقف، تتمنع من الظهور. دي نصيحة بقى. عيب عليك، ده أمر. طب يا ست أنا جاي أطلب إيد حضرتك. وماله؟ وانا اتجوزتها يعني حبا في النساء. ليه حنين وقلبك طيب وتجبر بالخواطر؟ ملك بيحكم باسم ربنا، احنا عايشين في ضلال ويمكن نكون كفار. حلم الخلافه هاد انتوا اخترعتوه. لازم تصلي ورا المؤمن اللي زيك. واللي ما يمشيش في النار. كان معكم يفكر ويسال طارق كسام. انت اللي اسرفت بالانتقام وخلقت ورا كل جبل الف عدو. اتجوزني يا رمزي. وانا ما بحبكش عشان كداب. الرجل التاني مخلص طالما الرجل الاول اقوى. فين زوجك يا شيخ رمزي؟ طب انت بتتعامل مع الكفار عادي يا رمزي. دي امي. انا اتجوزتك عشان حبيتك. تعالى جوز. بس العقل ده في شر يدمر عالم بحاله. يبقى اكتب في مذكراتك انك شربت سجاره مع الخليفه. القاهره كابول على CBC دراما في رمضان.